وثانيا هنالك عنصر يعني إسرائيل تغري الولايات المتحدة فيه، وهو أنها تضرب عناصر أساسية في حزب الله مطلوبة للولايات المتحدة. يعني إسرائيل والولايات المتحدة شركاء في ضرب حزب الله، معنيان كلاهما، لكن ما تريده الولايات المتحدة الآن أن لا يكون هذا التصعيد له امتدادات تؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة وتجر أقدام الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية ضد إيران في وقت الولايات المتحدة أولا لا تريد مبدئيا هذه الحرب، وثانيا عشية انتخابات الأمريكية الداخلية سيصعب على الإدارة الأمريكية أن تنجح في أهدافها السياسية بمثل هذه الحرب. نعم.